احنا عندما نتكلم عن حدود وتأمين حدود بما معناه انه علينا ان نضبط هذه الحدود وان نمنع اي تسلل باتجاه حدودنا وكذلك باتجاه مدننا، هذا يأتي من خلال اولا توفير قوات أمنية على طول الحدود، وهذا ما فعلناه ايضا من خلال وزارة الداخلية اللي نشرت قيادة قوات حرس الحدود، توفير أبراج مراقبة وكاميرات وطائرات استطلاع، وأيضا هذا ما وفرته قيادة العمليات المشتركة من خلال نشر منظومة المانع اللي موجودة على الحدود، استطعنا أن نراقب هذه الحدود ليلا ونهارا. مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية ومديرية أيضا الجهاز الأمن الوطني وكذلك جهاز المخابرات وحتى أجهزتنا الأمنية في وزارة الدفاع الاستخبارية، سواء الاستخبارات العسكرية أو الاستخبارات والأمن، لديها تنسيق عالي، وهذا التنسيق يكون في قيادة العمليات المشتركة من خلال اجتماع هذه الأجهزة الأمنية تحت قيادة العمليات المشتركة. التنسيق يكون عن طريق تبادل المعلومات الاستخبارية ومقاطعة الهيكلية لتجار المخدرات والتعاون في عملية إلقاء القبض، وأيضا حتى بعض مجريات التحقيق يكون هنالك تعاون وتبادل المعلومات. كرر لا تنمر. في بعض الأحيان أخرى يتم تخصيص قوة محمولة جوا في قيادة طيران الجيش ويتم ملاحقة ومطاردة هؤلاء في أماكن تحتاج إلى عمليات إنزال جوي في مختلف الظروف الجوية، ليل نهار، هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لنا. بعض الواجبات أنه مناطق نائية تحتاج إلى التنسيق مع طيران الجيش، مساعدة وإسناد قيادة العمليات المشتركة اللي الحقيقة جدا متعاونين، وطيران الجيش مشكور أنه متعاونين جدا بهذا الموضوع. يكون هناك تخصيص أنه أكثر من طائرة، طائرتين، ثلاثة، حسب الحاجة وحسب الواجب، ونقوم بعملية إنزال إضافة إلى عمليات مداهمة بقطعات أرضية لننفذ المهمة. الأهم من ذلك لدينا جهاز مخابرات وجهاز أمن وطني، وهذين الجهازين يتمتعان بمرونة عالية في الحصول على المعلومات سواء خارج العراق أو من داخل العراق، وتقاطع هذه المعلومات مع قواتنا الأمنية الأخرى. نجحنا في استدراج كثير منهم من خارج العراق إلى داخل العراق وألقينا القبض عليهم. هذه السنة تميزت بالتعاون والتنسيق مع دول الجوار، وكان التنسيق عالي مع هذه الدول من خلال إقامة مؤتمر لمديريات مكافحة المخدرات في وزارات الداخلية ضمن المحيط أو الإقليمي. هذا الشيء عزز من قدرة المديرية العامة لمكافحة المخدرات في التنسيق وإلقاء القبض على التجار الدوليين من هذه الدول خلال عملهم في العراق. نتحدث عن أبرز عمليات نفذت خلال هذا العام. على سبيل المثال، تم إلقاء القبض على شبكة دولية تعمل في بغداد. هذه الشبكة كانت تروم توزيع 12 مليون حبة مخدرة في العاصمة بغداد، تم إلقاء القبض عليها قبل عملية التوزيع. استطعنا أن نحدد ونقيد ونمنع أي زيادة في هذه المادة السامة، خصوصا في هذه السنة. هذه السنة كانت مميزة جدا في عملية المطاردة والملاحقة لهؤلاء. رغم كل ذلك لدينا رؤية واستراتيجية في العام القادم سوف تكون مختلفة تماما عن ما حصل في هذه السنة، ومن خلال الأعداد ومن خلال ما حصلنا عليه من معلومات وتعاون كبير فيما بيننا حتى وبين البيشمركة وجهاز مكافحة الإقليم أيضا في هذا المجال، أعتقد بأن العراق الآن يتعافى من هذه الآفة، وإن شاء الله سوف يكون العام المقبل عام مميز في مطاردة وملاحقة هؤلاء.